شايف الملعب حسام حسن في الملعب بص. مع مجموعه اللاعبين اللي انا بشوف انهم لاعبين جيدين. حلو، احنا اتفرجنا على المنتخب مصر في الماتشات البطوله الوديه اللي اتلعبت، بغض النظر سواء اذا كان المدير الفني جاي بقاله فتره او جاي بقاله مده صغيره او مده طويله، ولكن المدير الفني دايما المنتخب هو بيلعب على الافكار، تمام؟ هو ما عندوش الوقت الكبير جدا يفضل يعدل ويحط لا، هو عنده مجموعه لعيبه المفترض ان هي بتكون جاهزه، هو بيوظف كل لعيب وهو بيحط تكتيك يخلي الناس تشتغل عليه، والكلام ده خلال 3 4 ايام مش خلال سنه، يعني مش هنرجع لايام الجوهري الله يرحمه كابتن جوهري ونحط اللعيب يتمرن سنه عشان يروح يلعب كاس العالم، مفيش كلام، مش هيحصل الكلام خالص. فبالتالي عشان بس قصر، لان الكلام ده ايه، انا عايز لعيبه اسبوع، عايز لعيبه 10 ايام، عايزين لعيبه، مفيش الكلام ده. المنتخبات كلها في عرف في العالم كله انك بتروح قبلها مثلا ب 72 ساعه لو مباراه مهمه، لو معسكر كبير بتروح قبلها ب 14 يوم او 10 ايام حاجه زي كده يعني، تمام؟ فمفيش فكر، مفيش حته ان انا هاخد اللعيبه احفظه، تحفظه دي مش موجوده. المدير اللعيب في النادي بيحفظ، انت النهارده بس لكن المنتخب بيحفظ من الفيديوهات بالظبط، وخد بالك انت بتشتغل عليه بس بعض التوجيه، انا النهارده جايب باك رايت او جايب باك ليفت او جايب لاعب ميدفيلدر بيلعب في النادي بقاله 100 ماتش، هتحفظه ايه؟ انت بس بتقول له ايه؟ طب بص احنا هنزيد، لا مش هنزيد، طب هنقف في الحته دي، طب هنغطي في الحته دي، حاجات بسيطه جدا جدا جدا. شايف منتخب مصر ازاي بتشكيل يبدا ازاي في مباراه تبدو مش تبدو هي الاهم؟ اه طبعا في خلال هذه الفتره بص يعني شناوي، شوبير، مين؟ عواد اعتقد او مهدي. شوف اقول لك على حاجه، يعني الموضوع من وجهه نظر الشخصيه، يعني طبعا الشناوي حارس عنده قيمه كبيره جدا، ولكن في الوقت الحالي الاجهز شوبير فنيا أوكي وبدنيا ممكن يكون مصطفى شوبير. حلو، الاجهز فنيا. انت بتقول شوبير يمين؟ اه بالظبط. آه يمين يلعب، يعني هاني هيلعب يمين، ما فيش، هاني هيلعب يمين، هيلعب عبد المنعم ورامي ربيعه، هم برضو الاجهز من وجهه نظري في الوقت الحالي. طبعا عمر شمال هيلعب عمر بعيدا يعني خط دفاع النادي الاهلي، هو الاهلي بحارس المرمى، حارس المرمى، حارس المرمى وسط الملعب اعتقد مروان او معرفش. بص انت عندك مروان وطارق وامام عاشور، تمام؟ مروان وطارق، طارق مين؟ لا طارق ايه؟ طارق مش موجود. طارق مش موجود. لا انا بقول لك اللعيبه اللي موجوده في مصر في الحته، انت بتتكلم عن معسكر يعني. لا يبقى مروان، او عندك كمان امام عاشور في الحته دي، عندك خد احمد كوكا، تمام؟ فانا مروان وامام من وجهه نظري هم، واكرم واكرم توفيق بس من وجهه فتحي وحمدي فتحي، بس ما انا شايف مروان وامام لو هيلعب 4 2 3 1 اوكي، مروان وامام، مروان وامام حلو الاجهز ماشي من وجهه نظر الشخصيه. هيلعب صلاح ومرموش، وهيلعب مرموش مصاب مش هيلعب ما صح سوري مرموش مجاش تريزيجيه ناحيه مصطفى محمد مين اللي تحته؟ بص انا وجهه نظر الشخصيه يدي مصطفى فتحي في ماتش زي ده. مصطفى فتحي؟ اه طب ومين اللي هيلعب تحت؟ ما هو ده مصطفى، مصطفى يلعب تحت مصطفى محمد. وجهه نظري الشخصيه مصطفى محمد، مصطفى فتحي تحت مصطفى محمد، تحت مصطفى محمد، مش محمد صلاح اللي تحت مصطفى. لا لا وجهه نظري الشخصيه ولا زيزو، ويبقى ويبدل مع صلاح في الحته دي، يعني ممكن صلاح برضو يقوم، عارف ان مش هتبقى يعني مفيش تبادل. عموما هو كابتن حسام عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين في الحته اللي يقدر يعني يختار كيفما يرى. اخيرا بس هل هيلعب كده؟ لا مش هيلعب كده. انا بقول لك وجهه نظر يعني. امال هيلعب ازاي؟ لا طبعا هيرجع بقى للطبيعه للطريقه التقليديه، هيلعب بمروان، هيلعب فتحي، هيلعب امام بامام عاشور، ادي الثلاثه اللي موجودين، وهيلعب بصلاح، وهيلعب بتريزيجيه، وهيلعب بمصطفى محمد. دي الطريقه التقليديه اللي هيلعب بها منتخب مصر، تمام؟ برغم ان انت بتلعب على ارضك محتاج انك تكسب. منتخب مصر ممكن يفوز في الماتش ده اقرب؟ ممكن، ليه لا؟ كام نسب؟ كام؟ بشوف ممكن، يعني اتمنى ان شاء الله تبقى النسب عاليه جدا 90-10، لكن وجهه نظر الشخصيه 60-40. 60-40 ليست سيئه على فكره، حلو مش وحشه يعني، لو ربنا كرمنا وقدرنا ندوس في هذه المباراة، لأن هذه المباراة واحدة من أصعب المباريات اللي هيلعبها منتخبنا الوطني خلال هذه الفترة.